بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. ان شاء الله النهارده هتكون حلقتنا بعنوان حماتي ملاك. وحماتي ملاك هنا احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن انواع الحموات. في حموات بتكون فعلا كانها ملاك وبتكون زي الام وفي نفس مكانه الام، وفي حموات تانيه بتعاكن على اولادها فعليا وبتبوظ حياتهم بكتر التدخل. طب هي الحما فعلا ممكن تبقى ملاك وممكن تبقى ام؟ هو ده اللي هنشوفه النهارده في الحلقه. وزمان قالوا لنا الحما حما ولو ملاك من السماء. عايزين نعرف رايكم فعلا اذا كانت الحما حما ولو ملاك من السماء فعلا ولا الحما ام. تبعتوا لي على الارقام اللي هتنزل على الشاشه عن رايكم وعن اي اسئله حابين تسالوها او تستفسروا فيها عن الحلقه، بس ان شاء الله تكون عن نفس الموضوع بتاعنا النهارده. وهستنى برضو إجاباتكم على المسابقة، والسؤال هيكون في آخر الحلقة، والهدايا هتكون قيمة جدا مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، هتكون عبارة عن دورات تدريبية واستشارات نفسية وكرنهات عضوية. وإن شاء الله دلوقتي برضو هرحب بالدكتورة جيهان، استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيك. الموضوع ده بقى قلب لنا الدنيا من امبارح، كل الناس عمالة تبعت لي أسئلة على الصفحة. هو موضوع الحمى ده يعني مهم جدا كده. طيب خلينا انا بحب انظم بس الحاجه الاول. نتكلم في الموضوع من ثلاث اوجه. انا دايما مقتنعه ان العلاقه اللي بين اتنين نجاحها مسؤول عنها الاثنين اكيد، والعلاقه اللي بين ثلاثه مسؤول عنها الثلاثه. ايوه زي الترابيزه كده، دي مثلثه. ايوه فلازم الزوايا الثلاثه تسندها، لو واحد شال هتميل والدنيا هتبوظ. ايوه فده الالتزام بتاعنا. هنا في ثلاثه، طالما في ام، سواء ام الزوج او ام، حتى ممكن نقول اربعه كمان احيانا لو في الام دي والام دي، وفي صراع بين ام الزوج والزوجه والزوجه وام الزوجه والزوجه نفسهم. تمام. طيب احنا هنقسمها في فكره معينه، ان هي ايه كل حد فيهم في حاجه اسمها برمجه. يعني ايه برمجه؟ زي برمجه الكمبيوتر كده. انا الكمبيوتر لما برمجه على اي حاجه هو بيطلع لي المعلومات بناء على الداتا اللي انا بدخلها. تمام. لو انا جيت قلت له 4 زائد 5 مش 9 مثلا، هي 8 او 7. كل ما هتساليه على عمليه حسابيه هيحسبها كده، وبالتالي كل العمليات الحسابيه هتبوظ، هتطلع غلط طبيعي، لان انت دخلتي له الداتا كلها غلط. تمام. البرمجه هي بالبلدي نقدر نقول ان هي التربيه والنشاه والقناعات اللي انا قدرت ادخلها واغرزها في بنتي او ابني طول ما هم من وهم صغيرين. حيث. عن الاخر، يعني حضرتك الخلفيه اللي انا ربيت عليها ابني او طبعًا. بنتي طبعا. والبرمجه دي مش بس اللي انا قلته لاولادي اللي شافوه. برافو عليكي. المرايه بقى. لا تمام، المرايه ما شاء الله اللي شافوه في حياتهم من يعني من حمات الام، من جيرانهم. يعني مثلا ابن طلع من التلفزيون اللي بوظ الدنيا. ما هو احد يعني عوامل البرمجه دي او اساسيات البرمجه، احنا بنقول رقم واحد الوالدين، لان انا دول مصدر الثقه. بعد كده بنقول انه البيئه المحيطه اللي هي الخاله والعمه والاجداد والجيران والكلام ده كله. بعد كده بنطلع على المدرسه ودورها، وبنتكلم ان اخر حاجه فيها الاعلام، والاعلام مؤثر تاثير قوي وخصوصا في عصرنا الحالي، لان الاعلام ما بقاش تلفزيون بس، بقى سوشيال ميديا وبقى حاجات كتير جدا. فبقيت سهل قوي ان انا اغرز لك حاجه معلومة خاطئة واقنعك بيها 100%. أيوة. وخلاص وعلى فكرة انت بتمتصيها زي الاسفنجة بدون شعور، يعني انت ما بتحسيش ان انا حطيتك في مية بقى ولا حطيتك في زيت. انت اسفنجة بالظبط عمالة تسحبي. ايوه حتى واحنا كبار. يعني كلام ده للصغيرين وكبار كمان. طبعا. يعني هو احنا لما شفنا فيلم ماري منيب زمان بتاع حماتي ملاك. أيوة. كان حماتي ملاك. كان ايه يعني كان خلاص قناعه معينه، فبالتالي لما اجي اتجوز بقى حماتي اهلا هي فعلا زي مريم منيب ولا لا؟ دي لا. اول حاجه بنفكر فيها. ده انت داخله متحفزه مش ولا لا؟ مفيش ولا لا؟ مفيش ولا لا؟ ايوه يعني هي مفيش احتمال انها تبقى حاجه حلوه الا بقى اذا كان في المقابل في ام مركزه ان لا يا اولاد الفيلم ده كوميدي مثلا يعني. فخلي بالك الحما مش كده، ده في حما كويسه وفي كذا كذا كذا. يبقى الموضوع هنا انا بربي ابني، عشان كده بقول دايما التربيه مهمه جدا. تأكيد. طيب هنرجع تاني للمثلث. تمام. النهارده انا عندي حما وعندي زوج او زوجه، وحما دي ام زوج او ام زوجه، وعندي زوج او زوجه، وعندي ابن او ابنه. تمام. كل زاويه من الثلاثه دول كل واحد ليه منظور
ومطالب من المنظور ده. فاكره الزوايا والمنظور؟ كل واحد بيشوف من ناحيته. ايوه حضرتك وريتينا حاجه زي كده على الشاشه. ايوه تمام. طيب فلما قلنا المنظور لو احنا قلبنا الحاجه هنشوف بدل يعني هنشوف بدل بعض. تمام. وبالتالي هنبقى احلى حاجه في الدنيا. يعني لو النهارده قصدك يعني بالكلمه دي ان انا احط نفسي مكان مكان ده ومكان ده، مكان ده ومكان ده، عشان ما ازعلش حد. مش عشان ما ازعلش يعني حد، عشان نفسي مكان عشان على الاقل اكون منصفه او اكون فاهمه موقف. لا اكون منصفه. منصفه تمام. يعني ممكن تكون امي انا اللي وحشه ومش مش امه. أيوه مثلا. أيوه. يعني احط نفسي مكانها. اه اكون شايفه الموقف صح. تمام خلاص. طيب تعالي نتكلم الاول عن ايه اللي هي راس المثلث اللي هي الحما اللي هي ام الزوج او ام الزوجه. عندنا ثلاث حموات او ثلاث انواع يعني. الملاك فعلا اللي هي طيبه المنصفه الحقانيه اللي قلبها كده جميل، بتحب جوز بنتها كانه ابنها، وبتحب مرات ابنها كانها اللي بتراعي ربنا. بتراعي ربنا. وبرافو عليكي، احنا دايما هنرجع للتقوى الاساس سواء للثلاث اطراف. تمام. لان هي المحور بتاعنا. تمام. طيب فالنهارده لو هي ام النوع الاول اللي هي الطيبه او الملاك. هي مش ملاك بجناحات يعني فعلا مش للدرجه، هي بشر كويس. بس هي متزنه نفسيا. متزنه نفسيا، ما عندهاش عقد. حلو قوي التعبير ده. ايوه عندها اتزان نفسي فعارفه تتعامل صح. خلاص هي متكيفه مع الوضع. ما هو الاتزان النفسي بيوصلك للتكيف مع المجتمع. ايوه صح. فهي عندها اتزان نفسي. فبالتالي هي بتتعامل مع مرات ابنها كانها بنتها، وبتتعامل مع زوج بنتها كانه ابنها بالظبط. تمام. فدي بتبقى جميلة جدا ومنصفة جدا. وبالعكس دي ممكن تكون هي المظلومة. يعني ممكن تطلع بقى يعني مرات ابنها او جوز بنتها هم اللي يعملوا فيها كمان. ليه؟ عشان هي طيبة؟ لا، علشان احنا مش عايزة اقول اللفظ ده، بس انا عايزة اقولها بطريقة تانية. احنا بشر بنتعامل مع كل الناس. فبيجي معانا الحلو والوحش. وفي ناس بتستغل ان الانسان اللي قدامي طيب ما بيعرفش ياخد موقف او رياكشنات معينه، فبيبقى هو الموقف التاني. ايوه ايوه. فدي دنيا يعني. أيوة. مش هنقول مستحيل الثلاثه هيبقوا يعني ملائكه الا اذا كان في حاجه، وفي ناس بتبقى متزنه بس عارفين يحلوا المشكله. ايوه خلاص. يعني في متزن قوي، قصدي حضرتك تقولي طبعًا. في متزن قوي طبعًا. في متزن اللي هو الطيب زياده. طبعًا. متزن نفسيا اللي هو متصالح مع نفسه لكن ما يعرفش. أيوة. يعمل مواقف. ايوه يعني ما يعرفش يحل الامور. طيب يبقى دي اول واحده اللي هي الحمل، اللي هي مش محتاجين نتكلم عنها لان دي جميله مش هتبقى عندنا معاها مشكله اصلا. تمام. ندخل بقى على نمره 2. نمره 2 دي نقدر نقول معظم الناس او كتير جدا. اللي هي المتدخله. اللي هي بتتدخل في حياه ابنها او بنتها. او بنتها. ما احنا خلينا كان الام دي عندها 2 يعني، عندها ده وده، عشان يبقى الموضوع كده ايه من كل الجوانب. بشكل كويس. من كل الجوانب. تمام. طيب المتدخله دي، فاكره لما كنت بقول لك في بعض الامهات مش قادره تنفصل عن فكره ان انا بنتي اتجوزت بقى لها حياه مستقله، يعني انا اتعودت عليها جوه بيتي. انا عارفه عنها كل حاجه، عارفه بتعمل ايه، نامت امتى صحيه، امتى كانت ايه كويسه مش كويسه، فانا مش قادره استوعب فكره انها هتبعد عني وانها مش تبقى تحت ايه اطمئناني وتحت جناحي وان انا اعرف هي بتعمل ايه. فبتتدخل. فمنهم بيتدخل بنيه طيبه، هي غالبا بتكون نيه كويسه مش وحشه، بتبقى نيتها اوقات تقول لك يعني انا بظبط لها حياتها دي مش عارفه حاجه. او انا ده ابني غلبان يعني دي بتبقى لسان حالهم بيقول كده. هي بتبقى نيتها طيبه. بس في نقطه، هي دي مش متزنه لسبب. هي بتبقى نيتها طيبه ناحيه اللي منها اللي هو سواء ابنها او بنتها. لكن ناحيه الطرف الاخر هي مش بتفكر فيه اصلا. يعني وانا صح برضه يا دكتوره بالنسبه لاولادي ان انا اربيهم اعرفهم حقوقهم وواجباتهم واسيبهم، مش المفروض ان انا افضل العمر كله اسند فيهم. بس ولا ما هو ده شيء طبيعي. ما هو ده راجع للام. في نقطه كمان عايزه اقولها لك، لما اتكلمنا عن اختيار الزوج واتكلمنا عن الاسباب المرفوضه للبنت في الزواج. نسيت اقول لك حاجه يعني هي وقعت مني يعني. اللي هي فكره الام البنت اللي بتتجوز عشان تبقى ام. يعني هي مش هدفها الزوج. يعني في ناس حتى بنات تقعد تقول لك ايه هو ينفع اخلف من غير ما اتجوز؟ ايوه في ناس هدفها عشان هي حابه حته الامومه. ايوه صح. النوع ده لما بيكون ميله قوي للموضوع ده جدا، اول ما بتخلف حتى بتهمل الزوج، يعني بتبقى لها مشاكل مع الزوج في انها بتهمله اصلا، لان خلاص هي وصلت لده تقول لك ان شاء الله اخلف وبعدين اتطلق. هي بتبقى عايزه طفل حاسه بمتعتها كلها معاه وروحها وحياتها هو. ايوه دي غالبا بتبقى لو الموضوع كبر معاها وما تعالجش وتظبط وبقى كنترولر قوي
دي غالبا ما تبقاش عايزه بنتها تتجوز ولا ابنها يتجوز، ممكن تطفش لها جوازات، ممكن تطفش لها عرسان، ده كده ممكن توصل لحاله مرضيه. اه ما هي كده طبعا لان بتبقى خلاص. أيوه. وخصوصا لو ما جابتش غير طفل يعني واحد بس. يعني حياتها بقى كلها فيه بقى واحد. يعني مركزه معاه. او مثلا او مثلا شاب وبنات، او بنت وشباب. أيوه. فتلاقي تركيزي كله معاها. ايوه. طيب لو حصل بقى ان البنت دي او الابن ده قرر انه يتزوج بقى وخرج بره يعني الـ الاطار اللي هي كانت رسماه، بتخرب له حياته. هي كل ده مش قصده، هي نقدر نقول جانب نفسي، هي مش قادره تنفصل عنه. هو انا لو لقيت نفسي كده ممكن ليه علاج؟ طبعا اول حاجه ما بصي انا دايما مقتنعه بجزئيه. أيوه. ان اكتر ناس هتتعالج في حياتها او هتظبط حياتها هي اللي بتجيلي او مش بتجيلي، يعني انا جهان اقصد اللي عارفه ان عندها مشكله. قصدي حضرتك تقولي كده اللي هو بيدور بيروح للدكتور يقول انا عندي صداع، عندي مغص، عندي كذا، فانا عايز يا جماعه ايه علاج. ايوه. لكن اللي مش عايز بيفضل الحاجه تتفاقم جواه وتكبر، وممكن يكون شايفها او مش شايفها او مش حاسس بيها. أيوه. لحد ما يتفاجئ بقى بالايه، بالانفجار. هو لو عارف ان في مشكله هيحاول حتى يغير من نفسه، حتى لو ما راحش. لا، في ناس رافضه التغيير. يعني في ناس مستمتعه كده. ايوه. في ناس عاجبها حالها، او حتى لو مش عاجبها هي اسمها منطقه الراحه. يعني انا كنت حتى عايزه اعمل حلقه عنها، اللي هي منطقه الراحه. انا كده مرتاحه رغم ان انا مش مرتاحه. ايوه. بس هي بالنسبه لها وابنها على الوجه الاخر، يعني لو بصت من المنظور الثاني هتلاقي ابنها او بنتها مش مرتاحين. لا، انت اكيد التدخل ده مش معاها الجزئيه دي، هي ما بتفكرش فيها. ما بتفكرش، بس لو استوعبتها ممكن ده يخليها. ما هي عمليه الادراك بقى دي بتفرق معانا اصلا في كل حاجه. ما هي فكره ان انا ادرك الشيء اصلا. أيوه. هو ده اللي بيعالج الخلافات بيني وبين الناس. أيوه. النهارده انا مختلفه مع اي بني ادم، يعني بوجه عام انا مختلفه مع اي شخص، شيء طبيعي جدا. النقطه المحوريه في الخلاف ان انا مش مدركاه، مش مدركه دماغه. ايوه. بصه من حته ثانيه، بصه من الناحيه بتاعتي ومش فارق معايا ناحيته خالص. أيوه. لكن لو انا لفيت زي ما قلت لك كده الاتجاهات، انا الرؤيه هتتغير عندي. ايوه. لو في يوم انا ليا نظره مستقبليه ان انا هبقى مكان الام دي اللي هي حماتي، وابقى انا عندي ابني او بنتي دول اللي انا مخلفاهم لسه صغننين ومربيهم وكذا، هيبقى لهم واحده تاذيهم، يبقى انا مش هاذي. يعني لما اقعد افكر في كل حاجه. ايوه. هحسبها بطريقه تانية، هحسبها صح، فهعرف ان في ناس كنت اعرفها، يعني حد محترم جدا تقول لك انا اتقيت الله في حماتي لدرجه يعني قلت انا ابن ولادي بيكبروا قدامي. فانا عايزه اراعي ربنا عشان تيجي لي بنت مرات ابني تراعي ربنا فيا. في ناس دي بدايتها من بدري بدايتها بدري. فكانت بتقول لك مش مشكله، دي زي ماما، دي كذا، دي كذا كذا، والكلام ده كله. ايوه. فرقم واحد الام، اللي هي الام الملاك. تمام. واثنين الام اتنين اللي هي المتدخله. ثلاثة بقى المسيطرة، اللي هي بقى مشكلة. المسيطرة أسوأ من المتدخلة. لا، المتدخلة بتفك الدنيا كلها، بتبوظها كلها من غير ما تقصد حاجة. لا، المسيطرة دي عارفة اليزابيث؟ عارفة الملكة اليزابيث؟ هي كلمة كلمتها. كله هيمشي في المحور بتاعي، كله هيقول اللي أنا عايزاه، وهيتجوز اللي أنا أقول عليه، وهيلبس اللي أنا أقول عليه، وهياكل الأكل اللي أنا أقول عليه. بيبقى غالبا ممكن بيت عيله، وكله يتجمع عندها، وكله مفيش حد له راي، واللي بتفكر او اللي بيفكر ايه حتى يمين لمراته وكذا بيبقى مغضوب عليه ويطلع بره العيله. ده بيحصل حتى مع الناس العاديه، يعني بتبقى خلاص هي عندها اولاد، ولو واحد حب مراته زياده وفكر يقول لها لا او سوري او اي حاجه، مش رافض اللي انت بتقوليه، يبقى انت ايه، انا مش راضي عنك واطلع بره العيله خالص. بيتغضب عليه كده. طب دي المسيطره. طب استاذنك ناخد مكالمه. اتفضل. اهلا وسهلا يا هدى. اهلا بيك. انا والله حاولت ان انا اتواصل بيك يعني، وسعيده ان انا بتواصل معاك. اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي سؤالك. الدكتوره سامعاكي. انا عندي 17 سنه، وانا بابا وماما انفصلوا من 15 سنه، بس انا عايشه مع بابا ومش مع ماما. المشكله بقى اللي عندي ان انا بحاول اتواصل مع ماما اكتر من مره، لكن هي متجوزه وعايشه بعيد ومش بتتواصل معايا. فانا من خلال كده هل ان انا عليا غلط ان انا كده ما بودهاش؟ تمام. ايه، انت عندك كام سنه؟ عندي 17، وهم انفصلوا من 15 سنه. 17 سنه، يعني وانت عندك سنتين. انت بتسالي انك انت بتحاولي تتواصلي معاها وهي مشغوله عنك. وهي متجوزه ومشغوله يعني. بس انا يعني حاولت ان انا اتواصل اكتر من مره يعني، فانا كده عليا ايه ان انا اعمله؟ طيب يا حبيبتي اسمعينا من التلفزيون. شكرا لاتصالك حبيبتي.
الله يصلح حالها. الله يصلح حالها فعلا. بصي يا حبيبه قلبي، اولا انت جزاك الله كل خير على تفكيرك الجميل الجميل اللي بصي بقى هنا الاتزان، ان انا بفكر ان انا ليا علاقه بربنا، هموت لوحدي ماليش دعوه بقى اللي قدامي ده ظالمني ولا مش ظالمني ولا هي عايزه تعمل اللي عليها، اللي عليها اللي ربنا هيسالها عنه. صحيح. شوفي قد ايه. فاولا دي جزاك الله خير، ربنا يصلح حالك يا رب ويبدلك خيرا يا حبيبتي. الحاجه الثانيه انت يعني ربنا برضو رحمته واسعه ويعلم اللي في النفوس ويعلم بحالتك واحاسيسك وكل حاجه، ويعلم انك يعني فعلا بتبتغي وجهه ومحتاجه رضاه. فانت كل اللي تعمليه اللي تقدري تعمليه في ان كل فتره تتواصلي تتصلي تسلمي تطمني لعل يعني ربنا يهديها وقلبها يرق ليكي مع الدعاء مع الدعاء، وتاكدي انه لا يمكن تقرعي الباب وما يفتحش، لا يمكن مع الله سبحانه وتعالى يعني دعاء قرع الباب ده عمالة انا اخبط اخبط اقول له يا رب يا رب لازم يا رب. ربنا هيستجيب لابد ان شاء الله لابد هيستجيب، ربنا يصلح حالك يا رب. استاذنك تاخد فاصل برضه ونرجع تفضل. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، مستنيينكم. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام ببساطة كده؟ ايوة. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية، هدايا قيمة للفائزين، دورات تدريبية، استشارات نفسية وكمان أسرية، عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية. معانا، اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. مره ثانيه ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتوره. طب احنا وقفنا عند الام المتسلطه. تمام. فالام خلاص احنا قلنا دول الثلاث انواع. ده كده محور الحموي. تمام. نيجي بقى عند الابنه او الابن اللي هو اللي هو مرتبط بامه. تمام. طبعا لو الام خلاص ملاك هتلاقي طبيعي الابن والابنه دول برضو اسوياء، والدنيا هتبقى زي الفل مفيش مشاكل، لانهم متربين برضو بطريقه سويه وبطريقه اخلاق، ان الطرف اللي هيجي ده هيبقى ليه حقوق وواجبات كله عارف حدوده، فالدنيا هتبقى مظبوطه. تمام. الام المتدخله هيبقى اولادها حاجه من الاثنين، يا زيها بنسبه كبيره يا اما رافضينها، رافضين تدخلها اطلاقا. فدول في صدام اوريدي معاها. الام بقى الثالثه المسيطره نفس الكلام، يا اما انا غالبا المسيطره دي غالبا بتبقى صاحبه سلطه ومال غالبا،
فبيبقوا خايفين من فكرة ان هي يطردوا من جانب المادي او جانب اللي هو اللي هي حاجات بقى اللي هي بتبقى ايه، هي عارفة ان هي مش هتبقى محبوبة يعني. أوه. النوع ده بيبقى عارف ان هو بيستجاب له او بينفذ طلباته مش حبا، عشان المادة، عشان عشان هي ليها قوة وسيطرة، فهتمنع حاجات، هتمنع ميراث، هتمنع ده، هتمنع ده، هتمنع ايه الجانب اللي هي عاملاه. تمام. فيا اما هيعيشوا في طوعها بس ضعاف وسلبيين او يا اما زي ما قلت لك هيخرج، بس ساعتها هيخرج بره خالص، يعني هيخرج عن اطارها نهائي. يعني قصدك هيرفض يستقل، ولو هو راجل مثلا هيبقى له فلوس فهيعمل ولا مش عايز فلوسك، ويبتدي يعمل لنفسه ايه. بس اوقات برضو في ابناء بيخافوا يزعلوا امهاتهم حب، تبقى الام مسيطره لكن هو برضو بيحبها. لا ما ففي الحالة دي ما بيقدرش حتى يسيبها. لا خلينا نتفق على جزئية مهمة جدا. مسألة الحب ده نقطة غير يعني ما فيهاش أي نقاش. مسألة الحب الأبناء للأم والأب أو العكس دي حاجة ما فيهاش نقاش، دي فطرة. أيوه. يعني البنت اللي كانت بتتكلم قبل الفاصل اللي هي تتمنى، أنا في على يقين إنها كانت تتمنى إن أمها تلين. طبعًا. وإنها تجد الحنان. نفسها يعني. يعني أنا متأكدة من ده، هي مش هتكره ده، ما حدش هيكره الفطرة الطبيعية يعني. طيب. لكن مساله بقى ان انا مخنوقه من طباع الام، في ام من كتر الحب خنقتني زي الدبه اللي قتلت صاحبها، انا عماله خايفه عليكي بس عماله اخنقك. ففي حد بيستقل وبيقرر يعمل موقف وينعزل، لكن في حاجه مش هيبقى بيسمعها حب، ممكن يبقى بيسمعها يا اما بصي بقى زي ما قلت لك عنده مصلحه معينه ان هو هيتحرم من حاجات، يا اما بقى هو عنده جانب ديني خايف ربنا. ايوه دي النقطه يعني، بس مش حبا فيها، مش حبا في الام المسيطره. اوقات بيبقى حب يعني غير الدين برضو بيبقى خايف يرضي بامه. بس تاني هنتفق تاني حضرتك، بس لا انت بس عشان فاصله الموضوع فاصله بس هو انا ما بقولش ان حد بيكره يعني، مش قصدي حب ان هو مش عايز يزعلها، يمكن عشان ربنا، يمكن حاجه في نفسه هو يعني رافض يزعلها حتى لو هو شايفها غلط عشان ربنا. بيبقى انا في دماغي ان انا هروح النار، انا ما ينفعش اقول لها لا. لكن مش مساله ان هو حب او مقتنع بكلامها. هو بيحبها ده شيء اوكي متفق عليه، ما فيش نقاش فيه، لكن هو لازم يكون بيحبها يعني، ده طبيعي يعني. حتى لو متضايق وحاسس انه بيكرهها بيبقى وهم برضه يعني، حتى لو انت جيتي قلتي انا بكره امي دلوقتي او انا بكره ابويا بيبقى لحظه غضب، لكن الواقع انك بتحبيه مش هتستحملي ان تسمعي انه مات مثلا. ولا تسمعي انه مريض، ولا تشوفيه انكسر. يعني لو الاب والام اللي هم حتى المفتريين والشداد والكلام ده كله، يوم ما بتشوفيه انكسر انت بتبقي حزينه عليه. طبعا اكيد، لانه يعني رغم ان انت كنت في يوم من الايام بتعاني من القوه دي، لكن مش قادره تشوفي ان هو خلاص ضعف. وده انا شفته مع بعض الناس يعني. وكانت البنت بتعاني من امها المسيطره الشديده كذا، اول ما قبل وفاتها بكام شهر مش قادره تصدق ان امي ضعيفه، تزعل عليها قبل في مرضها قبل الوفاه. ايوه ما كانتش قادره تصدق ان بقوه الجبروت دي هي ضعفت وبقت محتاجه. فدي الفطره. فمساله الحب حضرتك مش عايزين نطرحها، لان انا هنا لما بتكلم مش بتكلم في مشاعر قلبيه. انا بتكلم رياكشني على الافعال. انا بتصرف ازاي. فانا النهارده متضايقه من سيطره الام، ده شيء طبيعي. احنا من اول ما بيبداوا سن المراهقه هم بيبتدوا يتمردوا عليكي. ده شيء طبيعي. بيبتدي يقول لك لا 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 لا، من غير ليه يعني، من غير حتى ما يفهم اللي بتقوليه ده لصالحه ولا لا، لانه عايز يستقل. فما فيش حد هيبقى مبسوط من فكره السيطره، وما بالك بقى لو كان بقى راجل وكبير او بنت وخلاص بقى بتشتغل وكذا وكذا وقاعدين معاها، الموضوع لازم هيبقى ايه مختلف وهيبقى اوريدي في خلافات بينهم من قبل الزواج اساسا. تمام. خلاص تمام. يبقى ده وضع الايه الابناء مع الامهات اللي هي كده قبل ما يتجوزوا اصلا، قبل ما يبقى في طرف تاني غريب. قبل ما يجي الطرف. شوفي قلتي غريب، انا ما بحبش حتى كلمه غريب، بزعل يعني. ببقى نفسي الانسان يشعر ده مش هيبقى غريب، ده هيبقى مني. ده هيبقى من عيلتي. ده أنا اللي هيجي يتجوز بنتي ده هيبقى هيبقى واحد من العيله اكيد، واللي هيتجوز ابني اللي هتجوز ابني ده هتبقى بنتي. بس نرجع بقى للبرمجه. البرمجه مسيطره اكتر على مرات الابن او على الطرف الثالث بقى اللي هو اللي جاي من بره. مش هنقول غريب بس هنقول جاي من بره، دخيل على الايه يعني، على جديد علينا، جديد اللي هو مش جديد غريب. اللي هو دخيل علينا. طيب البرمجه بقى اللي انتشرت وبشكل كبير جدا، وقاعده يمكن موجوده في الوطن العربي كله اكتر. اللي هي اللي البنت اللي عندها بنت يعني بتجيب لها راجل، واللي عندها راجل بتاخده واحده.
عارفه ايوه عارفه في مثل كان كده شعب اللي ربي خايبه للغيبه ايوه مثلا مثل كده يعني كلام المثل ده بوظ اجيال بوظ اجيال فعلا بوظ اجيال والله انت جوزك انت كان انت ايه يعني انا يعني طب ما انا بنتي يعني انا بنتي لما تتجوز قالت المثل دي مش هي نفسها كانت واحده اتجوزت راجل يعني ثواني انا عايزه اعرف برضو يعني ربي خايبه للغيبه طب ما انا بنتي لما بربيها واجوزها ما انا مربياها برضو معلماها نفس الف... يعني البنت برضو مصروف عليها ومتربيه لا يعني ليه بقيس ان هو الولد بس هقول لك ليه لا ده شيء طبيعي لان انا بالنسبه لي بصي اصل ده راجع لحاجات كتير راجع لقناعتي انا اساسا بالفرق بين الولد والبنت ده رقم واحد ايوه خلاص الفرق ده معروف لكن لا انا بتكلم الفرق ده مخليني عارفه ان انا جبت راجل الراجل ده هيصرف وهيجيب وممكن يبقى مركز ومعاه كذا وكذا وكذا وفي الاخر كل ده راح لواحده غريبه لكن البنت لا البنت حتى ما هو راح لواحده غريبه هي اللي هتصرف عليها يعني هي اللي هيجي لها كده يعني هي بصي الدايره عامله كده بالنسبه أيوة, أيوة, ايوه فانا بالنسبه لو عندي بنت هيجي لي ولد فكاني انا جبت ليا راجل أيوة. لكن لو عندي ولد هي البنت هتاخده فهي راح لحماته مش راح وسابني انا كأم ايوه فاهمه الدايره عامله ازاي ايوه فهي دي بقى البرمجه اللي احنا برمجنا عليها وعايزين نغيرها لازم نغيرها صحيح. لازم صحيح لان بيترتب عليها ايه بقى ان انا بتعامل مع ابني وبنتي على القناعات دي اللي هي ايه بنتي جايبه راجل أيوة. خلاص يبقى انا طيب لو انا حامة من التلاتة الطيبة خلاص مش هنتكلم عنها تمام هنتكلم على الاثنين التانيين المتدخلة دي دي هتلاقيها ايه اعملي كذا واعملي كذا وقولي له مش عارف ايه وكذا وكذا وتقول برضو للراجل ابنها نفس الكلام انت اوعى تخليها تاخد منك كل حاجه وما تقولهاش فلوسك كام وما تعملش كذا وما تعملش وانت اوعي هتحكم فيكي وخليكي تسيبي شغلك او كذا او كذا أيوة. دي الصنف اللي هي في النص دي أيوة. طب المسيطره المسيطره دي ممكن اصلا تلاقي ابنها بيحب واحده دي بقى لا بقى مش هينفع تتجوزها ما دام بتحبها ايوه لانه هو هيخرج عن سيطرتي أيوة هو أيوة. يعني يتجوز اللي انا اختارها له علشان تحت السيطره افتكري اليزابيث هتبقى تحت السيطره ايوه تحت السيطره ايوه اديله واحده على مزاجي اولا اطمن انها تكون في طوعي هي كمان يعني انا هنقي واحده اضمن ان انا عارفه اسيطر عليها هي كمان طبعا طب ناخد مكالمه استاذه اقبال اقبال اهلا وسهلا وعليكم السلام حبيبتي اهلا وسهلا ازيك يا ابله ايناس ازيك يا دكتوره ليها اهلا وسهلا حبيبتي اتفضلي سؤالك وانت بالصحه والسلامه حبيبتي ربنا يخليكي اتفضلي سؤالك الله يبارك فيك بصي والله وانا عايزه اشارك في الموضوع ده وكده يعني حته مرت الاخ او الواحده لما بتبقى متجوزه يعني الابن وكده فبصراحه في ناس والله بتبقى مش يعني ما فيش حسن نوايا يعني في ناس بتبقى داخله كده داخله مش هي يعني انا مثلا معايا تجربه انه انا لي واحده يعني مرت اخ كانت العلاقه حلوه خالص معلش انا في اخر حته مش فاهماها حضرتك زوجه ولا حما ولا ايه معلش لا اخت يعني معايا اخت زوج يعني ايوه تمام بس الدنيا كانت حلوه خالص وكده وبعدين جربنا من امها واختها فالوضع اتغير وبعدين امي ما بقتش عارفه تتعامل يعني بدل ما كانت الامور حلوه وفي حسن نيه كده وتعامل حلو خالص على الفكره بعدين الدنيا اتغيرت يعني قصدي حضرتك انتوا كنتوا الاول بتعاملوا مرات ابنكم معامله كويسه وبعد كده طريقتها اتغيرت اصل انا الصوت مش واضح عندي قوي في اغلب الاحوال في بنات فعلا بتبقى متطلبه يعني مثلا الواحده أيوة. عندها تلاقي نفسها ارتاحت واستقرت امورها فعلا في السجوه يعني بتقول لك ان هي لما بتلاقي الامور اتحسنت وكده وهي استقرت تبتدي بقى تستقوى مش مبالغه لان انا اعتبرتها اختي اصلا قبل اي حاجه والله طيب انا فهمت الام ايوه طيب وبيتعامل الام معامله سيئه يعني وموقف اخوكي ايه موقف اخوكي ايه الدكتوره بتقول لي لا مش حد مش كويس راجل على امه والناحيه الثانيه مش للدرجه يعني طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه تمام خلاص يا حبيبتي اسمعي بس الاجابه هي الدكتوره طيب. شكرا حبيبتي ما هو لو انتوا ركزتوا معايا في ان انا جايبه لكم القاعده الاساسيه طيب ما هي الام المسيطره دي كانت في يوم من الايام بنت مسيطره اللي هي مرات الابن المسيطره ما هي يعني هي ما اتولدتش فجاه يعني ما بقتش مسيطره بعد ما بقت ام بس هي كانت كويسه في الاول
لا كان... مالناش دعوه بقى انا لسه بدايات بدايات حاجه والحياه حاجه تانية. الحياه حاجه تانية يعني فعلا يعني البدايات دي يا ريت كل النهايات زي البدايات. طب في الحاله دي بقى يعملوا ايه؟ انا بقول لحضرتك هي قالت لك موقف الزوج، احنا قلنا المثلث اهو تمام، فقلنا ان الام المسيطره لازم تعرفوا برضو نقطه جامعة، ما حدش هيتولد مره واحده او هيقرر مره واحده يبقى مسيطر، هو اكيد ده نمط دي طبيعته كده نمطه، لا نمطه غزاه ايوه يعني هو متكيف بيه مش عايز يغيره ايوه. انا فيا طبع وقد يكون سيء والناس كلها بتقول لي خلي بالك يا جنتي كده غلط، انا عاجبني وماشي عليه خلاص مقتنعه بيه تمام مقتنعه ان هو الصح مش هغيره، هي دي برمجتي برضو ان انا مقتنعه ده الصح وده اللي حاميني وده وده اللي هيديني متعتي وهيديني رغباتي الشخصيه تمام. طلعت بيه وكبرت عليه خلاص اوكي، وبقيت انا الام بقى ده هتبقى اكبر بقى الحكم هيبقى اكبر بكتير زي ما قلت لك هيطلع الابن شكله ايه، مش انا قلت لك هيطلع يا اما ماشي في طوع ام قوي يا اما العكس قوي ايوه. امتى بقى يجي العكس؟ لو هو يعني لو هو اتدرب على فكره انه دايما متسيطر عليه وتعود على كده، لو جات له واحده نفس الكلام بس السيطره اقوى دي عجوزه ودي شابه فهيمشي ورا الشاب اللي هي زوجته طبعا، لان موقفها اولا هيكون اقوى في فتنه المراه، فتنه الزوجه فتنه الزوجه اشد من الام اكيد تمام فهيحبها ويتعلق بيها وهو مسيطره وهو اصلا عايش طول عمره متعود على السيطره يعني هو مش هيحس انها واحده ممشياه يعني فكره ان انا ابقى مسيطره على ابني ممكن في المستقبل زوجته تسيطر عليه طبعا ده شيء طبيعي يعني انا لازم اراعي كده برضو في تربيتي من الاساس، محدش بيفاهم هو فاكر ان اللعبه في ايده بس والله لا احنا هننصح الامهات الجداد يعني احنا هنبتدي بالامهات كل واحد فاكر ان الكره في ملعبه لوحده لا ما بتلف وتيجي الدنيا بتلف ايوه لازم فهيحصل ايه ايوه ما انا ربيته على انه يمشي انا اللي امشيه هيجي واحده تمشي ومش هيعرف يمشي الا بيها بس هو اتدرب ان حد يمشي. هنيجي هنا بقى نرجع لجزئيه لما يجي يتجوز الزوجه اما انها تكون واحده نورمال طبيعيه سويه مش هيعجبها الابن ده هتبقى بتعاني معاه لان هو عايز واحده يمشيها وهي اصلا عايزه راجل يعني عايزه راجل يمشيها مش هي عايزه تمشي راجل يا اما هتبقى اللي هي عرفت ده الناس دي ايه وحلو قوي جميل امشيها انا وهتبقى متكيفه بالموضوع بس الام هتبقى مخنوقه لان كده خرجت عن السيطره فهمتي قصدي؟ أيوة هنا بقى يحصل الصدام بقى بين الثلاثة المشكلة دي. الكبيرة اللي بتشوفها في كل البيوت مشكلة كبيرة جدا طبعا طبعا جدا لما نيجي بقى نعالج لازم ندور على الراس فين راس المشكلة فين عشان ايه نعرف نعمل عملية الإجهاض يعني في حالة زي كده تعالجي ازاي؟ في حالة زي كده تعالجي ازاي الحالة الأخيرة لا ما اسميش بقى عالج ازاي بصي يا أستاذة إيناس عشان بس النقطة دي يا جماعة والله هي فرصة ليا إن أنا أقول الكلمتين دول أتمنى إن كل يعرفهم في ناس كتير بتدخل لي وتقول لي إيه الله يخليكي هو يرضيكي إن أنا مراتي ابني تعمل فيا كده الله يخليكي هو أنا ينفع جوز بنتي ينفع حماية يقول لي الكلمة دي يا جماعة عمر الرد ما هيبقى في كلمة إحنا لما بنقول استشارات ما بيبقاش فكرة منها إن إحنا نلم فلوس هي مش قصه كده هي والله لو الاجابه كلمه هنقولها لا بالمناسبه كمان انا عارفه ان حضرتك عملتي خصم 50% على الاستشارات اللي مشاهدي برنامج المراية وانا فاكره بقول تمام فاللي عايز اقوله هي القضيه هنا عندي مش فكره ان انا سين وجيم مفيش قاعده تقوليها لحد معين انا حضرتك جايه لي بمشكله مع زوجك واحده ثانيه جايه لي بنفس المشكله مع زوجها نفس المشكله بس دي اساسها من الشخصيه دي ودي اساسها من زوجها او دي اساسها من حماتها او دي اساسها من كذا مش هعرف اديها اجابه واحده لازم اعرف امشي ورا الموضوع اشوف اصله فين ونقدر كمان نعالجه من اي جهه يعني انا ساعات بتجيلي واحده مهمه دي برضو طبعاً. بدايه منين طبعاً. اعالج بدايه منين يعني انا ساعات بيجيلي زوجين ودي اسهل حاجه في الدنيا ان يجيلي اتنين فاهمين المشكله ايه فدول خلاص الاتنين قدامي فبقعد اتكلم معاهم تمام لكن لو جالي واحد من ورا التاني هل في واحد هيعالج لوحده والتاني لسه مازال مصر على الخطا لا وانت ما سمعتيش الطرف التاني برضه ما سمعتوش وممكن يكون اللي جاي لي ده بيكذب وممكن يكون حاجات كتير بس الفكره حتى لو سمعته حتى لو صادق وحتى لو كل حاجه وحتى لو في ايده غير الدنيا همشي معاه المشوار هيطول لانه في واحد مش عارف ايوه ومش مساعدنا الاثنين مع بعض مش مساعدنا انا عماله كده ابذل مجهود مع جابها واحده نصلح فيها والتانيه مصره على طريقها تمام فدي بتبقى بالنسبه لنا مشكلة لكن المهم قوي انا بقى اللي بقوله لما بشرح انا وجهات النظر وبوريك الجوانب النفسيه للثلاث اطراف انت بتقدري كل واحد قاعد بيشوفنا دلوقتي يقول ايه ايوه هي المشكله بقى ابتدي طرف الخيط عندي انا بقى مشكلتي انا يبقى فعلا المشكله دي سببها ان الام كذا طب المشكله دي سببها مين بالظبط يعني حضرتك كنت بتقولي انا قطعتك معلش قلتي نبتدي نشوف راس المشكله فين
مشكلة زي كده برضه حضرتك مين؟ برضه هقول لك تاني انا ما هي معلش ما تزعليش مني لا مش تاني. المشكلة دي تحديدا هنتكلم في جزئية تانية طيب الابن او الابنة في اللي هم كتير جدا لو الام المتدخلة مثلا هنقول اللي في النص مش هنتكلم في اليمين والشمال هو شايف امه طيبة قصدك ان رأس المشكلة دي الام مش شرط الاب انا بقول لحضرتك انا مثلا شايفة امي طيبة أي. جوزي مش شايفها طيبة أي. ليه؟ لانه انا مش هقدر اسيء الظن بامي أكيد. يعني في ناس كتير جدا جدا حتى الام المتدخله هو مش بيحس انها خربت بيوت ولا بتعمل اي حاجه هو حاسس ان ليه بقى لان انا اتربيت طول عمري ان ماما كل يوم عارفه انا في الكليه عملت ايه مين من اصحابي حصل كذا مين ضايقني مين كذا انا بحكي لها كل حاجه أيوة. فطبيعي لما اتجوزت بقيت احكي لها كل حاجه ولما تيجي تقول لي اعملي في جوزك كده اقول لها حاضر واروح اعمل وانا مقتنعه ان قلبها عليا وانها اللي بتقوله لي صح اكيد وممكن تكون هي محور الخراب انها عرفت كل حاجه وبالتالي انا يجي زوجي يقول لك انت بتيجي من عند امك مقلوبه صح ما بتحصلش كتير ايوه تقول له انت اللي نيتك وحشه وانت اللي مش حابب ماما وكذا وكذا ليه علشان الجزئيه دي علشان فكره ان انا مش قادره اقتنع ان المشكله فين يعني مع احترامي للاستاذه اللي اتصلت عشان كده بقول لك في حاجات انا ما ينفعش ارد عليها ايوه فهمت الاستاذه اللي اتصلت هي شايفه الموضوع من منظورها ايوه ولانها شايفه امها انا ما سمعتش مرات اخوها ايوه هي بتقول كانت كويسه ليه ما افترضناش انها كانت كويسه عشان هم كويسين وبعدين حصلت حاجه قلبت الدنيا يعني مثلا ايوه صح يعني انا ما اعرفش حضرتك ايه الموقف عشان اقدر احكم بالظبط ممكن تكوني انت بتتقي الله وكل حاجه لكن انا ما اعرفش مامتك عملت معاها ايه طب هي اللي بتتصرف كده بلاش زوجك نفسه عمل معاها ايه يعني ما هي زوجين علاقات في يعني مثلا افرضي ان الزوج قال لها انا مش عايزه اروح عند امك هتقول له مش عايزه اروح عند امك مثلا يعني فانت تشوفي الموضوع ان هي اتغيرت على امها صح ايوه وتقولي كان احنا ذنبنا ايه هي قلبت علينا ليه هي ممكن تكون قلبت عليكم مش عشانكم اساسا المشكله بينها وبين جوزها ايوه دخلنا في في دور عند او مشاكل خالص. او كذا أيوه. قال لي طب هم مش طرف فيها أيوه. بس انتوا ظهرتوا طرف لان هي حطتكم زي ما هو حط امها وابوها هي حطت نفس كده ايوه وهكذا وممكن تكون مش كويسه انا بقولش حاجه بس انا ما تقدريش تحكمي ما اقدرش احكم من مكاني هنا واقول لك هي مش كويسه ولا اقدر اقول لك بتوضحي احتمالات الاحتمالات وكل كتير. واحد يشوف مكانه فين 100% طريقتك صح اكيد ما ينفعش ان انا اقول كلمه يعني طب الحمه بقى اللي هي بتبقى ظالمه ومعروف ان دي بتظلم او انها جايه على فلان ضد فلان دي التعامل معايا يكون ازاي بس انا هقول لك على حاجه انا دايما مقتنعه بحاجه بس يا ريت الناس تفهمها صح يعني الظالم ده عموما ده انسان يعني عنده كميه عقد لا يمكن تتخيليها ممكن تكون بدات بان هو كان مظلوم ايوه وانا لا اتعاطف مع الظالم عشان الناس اللي تقعد تقول لك ايه جايبينها بقى يا عيني اصل يعني سرق عشان ما كانش لاقي ياكل فالله يا عيني ده احنا نطبطب عليه ونقول له انت بتوضحي لك مش متعاطفه معاه انت بتوضحي بس لا هو مش مسكين هو هيتحاسب بما ان ربنا هيحاسبه ما قالناش طبطبوا عليه احنا بس بنقول ان احنا ممكن نعالجه نخليه بدل ما هو حرامي نقول له تعالى لو انت عايز تتوب تعالى بقى نقول لك ازاي نخليك تتزن وتصلح الشوائب اللي كان تمالي بيها حياتك في البرمجه طول تاريخ حياتك دي نظبطها لكن طول ما انت حرامي قدامي دلوقتي انت ظالم وانت حرامي ولازم يعني يقام عليك حد صح تمام صح فالظالم ظالم لكن لو جيتي تبحثي في اشكال الظلم اللي بتحصل هتلاقيها اصلها عقد مليانه في تاريخ الشخصيه الظالمه دي يعني لو رجعتي معاه كده مارشدير من مرحله الطفوله كده هتلاقي لها رواسب قديمه كتير جدا واتربت عنده ليه بقى لانه في ناس تيجي تقول لك ايه انا بما يعني عارفه القصه بتاعت الاطفال في المدرسه تيجي تقول لك ايه انا نفسي اطلع مدرسه عشان اضرب عيال ايوه كلمة جت لها عقده ايوه لا في حد تاني يقول لك انا عايزه اطلع مدرسه عشان ما اضربش العيال عشان افهم العيال ايوه فاهمه الجزئيه دي كل واحد بقى زي ما وصلت له رساله ان انا لو انا بقيت كده انا عمري ما هبقى شريره زي المدرسه دي لكن التاني يقول لك اخلص حقي يعني. بتكلم حق بجد فيخلص حقه من المجتمع هو مش واخد باله ان انت بتخلص من جيل جديد اصلا ملوش موجود في اللي انت عشته صحيح نفس الكلام في الظالمين طيب انا بقول لو الحما انتوا شايفينها ظالمه نصيحه يعني يعني شوفي حاولي تشوفي الموضوع هي بتظلم فين
في مظالم، يعني هي مظالم بس هي خفيفه يعني تعدي. وانا مش بقول لك عدي وفوتي، مش هقول لك انا مش حاسه بيكي، انا حاسه بيكي. وكل واحد بيطبق كل حاجه صغيره وعدي وافوت، ده انت حاجه كويسه مش حاجه وحشه يعني. بصي حضرتك يا استاذه انيس برضو عشان النقاط دي لازم نفهمها كويس. انا ممكن تيجي تشكيني بدبوس اصرخ ويغمى عليا، وانت حضرتك تتعوري بسكينه وعادي جدا تقولي يا جماعه عايزين بس حاجه عشان نلم الجرح. فدي راجعه لشخصيه شخصيتي انا. شخصيات رقيقه قوي. ايوه تمام. يعني في شخصيه رقيقه قوي البصه تاثر فيها، فانا ما اقدرش اقول لها ما تتقلميش. يعني لو انا عندي قدره ان انا اتحمل الاشد، ماليش ان انا اتريق على واحده مش قادره تستحمل الدبوس. يعني انا ما لهمش على حد في الحاجات دي. لكن انا اقول ايه، حاولي لازم يكون في حد من الثلاثه يعدل الاتزان. يعني انا مش ممكن الثلاثه هيبقوا هيولعوا في بعض، يعني من الثلاثه اشرار دي هتبقى لازم حد يكون بدايه من عنده. أيوة بدايه الحل من عنده، فيبتدي يحتوي الموقف. فاللي عنده القدره، لو النهارده اللي بيسمعني الابن او اللي بيسمعني مرات الابن او اللي بيسمعني الام اللي هي الحما ام الزوج او ام الزوج ايا يعني كان، اللي عايز يحل يبتدي من عندك بس. يبدا من عنده، فلما يبدا من عنده هيقف وقفه منصفه، يشوف مرات ابني بتعمل كده ليه، جوز بنتي بيعمل كده ليه، حماتي بتعمل كده ليه، ونبتدي نشوف بقى المشكله فين. تمام. قدرنا نسيطر عليها يبقى كده حلينا جزء كبير منها. اتفضل. تمام. طب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل. طب نطلع فاصل ونرجع تاني، مستنيينكم. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اكسب واتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية، هدايا قيمة للفائزين، دورات تدريبية، استشارات نفسية وكمان أسرية، عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للـ30 حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com/المراية. معانا، اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. مرة تانية وقفنا بقى عند سؤال مهم جدا. دلوقتي الزوجة يجب عليها خدمة حماتها؟ طيب اولا من حيث الوجوب الشرعي لا، شرعا لا. تمام. يعني انا شرعا مش ليس الزام ولا يجب على الزوج الزامها، ولا يجب ان يقول اصلا، ده في ناس بتقولها من قبل الخطوبة، ولا يجب اصلا الموضوع ده اطلاقا. طيب حتة بقى ان احنا بنربي على انها تخدم زي امها، دي برضو راجعة لحاجات كتير، راجعة لعادات وتقاليد والفهم والحب. لان خلي بالك انا ممكن اكون بحب راجل بس مش قادرة احب امه وهو مش قادرة تحبني. يعني فالعلاقة بينا هتبقى بالمعروف. فانا اتعلم في الشرع ان انا لو حبيت حد اوده، ولو ما حبيتوش ما ظلموش،
ولا يظلمني. يعني انا وارد جدا ان قلبي ما يميلش ليكي، روحي كده دمك يبقى تقيل على قلبي بس ما اظلمكيش خلاص. اه تمام، في حدود معينه. نراعي ربنا يعني نقول كده نراعي ربنا. في بقى بنت بتبقى ما بتحبش حماتها فعلا يعني، بس تلاقيها مريضه تلاقيها جايه تخدمها، دي خلق. ده خلق. أيوه. وهي بتبقى رغم البغض ورغم ان هي مش قادره تحبها او تتفاهم معاها، الا ان هي بكامل ارادتها بتخدمها وبترعيها وتقول لك ده حرام، دي ست كبيره او دي زي والدتي. ده بيبقى تربيه ونشأة. لكن انا في النهايه ما اقدرش اطالب مرات الاب انها تخدم حماتها لو جالها مثلا مرض او حاجه. أيوه. دي حاجه منها هي وبتحتسب ليها وحسنات واجر. ما فيش حاجه بتضيع عند ربنا، مفيش حاجه بتضيع، مفيش حاجه بتضيع، بس ما اقدرش الزمها بيها. لكن مش ملزمه بيها. تمام. طب دعوه الحما مستجابه زي دعوه الام؟ طبعا ده مثل بصي المثل ده لما اتقال، كانوا غرضهم منه يعني الناس بتوع زمان، يعني لما قال لك ايه دعوه الحما وصل السماء. اقوله كده مثل تاني. ايوه ليه؟ علشان هم مقتنعين ان انا ام لو قلت يا رب بس قلبي مش هيطاوعني، يعني مش هيطاوعني الدعوه تستجاب. يعني لو غضبت على بنتي لا ما يا رب. هي دعوه الحما مستجابه دي كانت مقصود بيها الدعوه، يعني مش الدعوه مش الحلوه عليها. مش لا مش الحلوه، مش الحلوه، انا فهمتها الحلوه والله. لا هي بتقول يعني أي. كان دايما يقولوها لمرات الابن خلي بالك. واحده تقول لبنتها بتتجوز خلي بالك. دعوه الام دعوه الام تدعي وتقول ايه اكره اللي يقول امين، مش ده اللي كان دايما يقوله كده. لكن دعوه الحما مستجابه، اوعي إيه تخلي حماتك تدعي عليكي وتزعليها. طبعا الكلام ده خاطئ مليون في الميه وليس له اي اساس من الصحه، بالعكس دعوه الام هي اللي مستجابه. وان كانت من وراء قلبها ممكن تطلع من لسانها وتحاسب عليها وتنفذ لو دعت على ابنها. عشان كده انا انصح محدش يدعي على اولاده طبعا. لو دعيتي ممكن تستجاب حتى لو قلبك مش عايز والله، حتى لو دعيت كده عشان اخوفه. ما ينفعش كده، دي خالص ما تنفعش كده. هي طلعت مني. طيب دعوه الام هي المستجابه وهي اللي انا اخاف منها. دعوه الحما، الحما زي اي بشر لو انا ظلماها هتبقى اسمها دعوه المظلوم مستجابه. يعني دعوه المظلوم افكر ان هي مظلومه او ظالمه. المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فهي سواء كانت حما سواء كان راجل من الشارع ظلمته ودعا هيستجاب. يبقى دعوه الحما مستجابه لو مظلومه، لو مظلومه ما خصصهاش بالحما. باي بني ادم مظلوم دعوته مستجاب. لكن لو هي ظالمه او بتدعي وخلاص او عشان تخوفك اوعي تخافي. ما حدش هيستجاب. يعني المواضيع مع الله سبحانه وتعالى مش بايدينا يعني. أيوة. ربنا ليها ضوابط شرعيه يعني. تمام. هو كان في سؤال بس انا مش هلحق اقوله بصراحه، هم عمالين يستعجلوني بس انا هقوله في ثانيه كده. كان في واحده بتشكر حضرتك جدا على البرنامج، بتقول حضرتك برنامج فوق الرائع وكل يوم كلام حضرتك بيوصف الواحد من جوه فعلا. وهي بتشتكي مش من حماتها، بتشتكي من اخوات حماتها. ان هم بيتدخلوا في حياتها، خالات الزوج يعني. خالات الزوج بيتدخلوا في حياتها وان حماتها مش بتعلق خالص، يعني حماتها ما بتتكلمش وجوزها ما بيتكلمش. سلبيه يعني. الحماه سلبيه شويه. الحماه سلبيه شويه. قولي لها في ثانيه عشان بيستعجلوني ونقول سؤال المتابعه. في ثانيه. دي هرجع اقول موضوع هيبقى كبير نتكلم فيه ممكن في المشكلات. طب بس هقول حاجه صغيره، دي بتبقى نشأه وتربيه. يعني نشأه وتربيه ان انا خليت ناس تتدخل في حياتي وسمحتهم يتدخلوا في حياه ابني ومرات ابني. فلازم انت تعملي وقفه يا الابن كان يعمل وقفه. هو طبعا يفضل الابن لان هي خالته في النهايه ايه هيستحملوا بعض. ايوه. يعني هو اللي يعمل، لو هو بقى سلبي انت اعملي وقفه، بس وقفه باخلاق وليها ضوابط برضو. تمام. برضو هنتطرق ليها في المشكلات بس نعمل سؤال حلقه للمشكلات. نعمل المشكلات. نقول سؤال الحلقه. تمام. في من نزلت صوره المجادله. تمام. سميه ام عمار ابن ياسر ولا خوله بنت ثعلبه ولا اسماء بنت ابي بكر؟ تمام. وما تنسوش 30 اجابه كاملين، الاجابه صحيحه تتجمع في الاخر تتبعت على الصفحه بتاعه البرنامج وارقام التليفونات ورقم التليفون والايميل. تمام. متشكرين لحضرتك جدا. الحلقه كانت جميله وكل يوم نقول حلقه احلى من اللي قبلها. ميرسي نورتينا. ميرسي جدا. شكرا ليكم ولحسن استماعكم، واستناكم بكره في نفس الميعاد الساعه 2 والاعاده 3 فجرا. السلام عليكم. We'll be right back.
أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. أنت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. أنت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، أنت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، أنت خسران إيه؟ وأنا متأكد إنك مش هتفكر في الانتحار تاني. أصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اكسب وتعلم معنا مع مسابقة برنامج المراية، هدايا قيمة للفائزين، دورات تدريبية، استشارات نفسية وكمان أسرية، عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. كل اللي عليك جمع إجابات للتلاتين حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.facebook.com المراية. معانا، اختلافك سر تميزك. هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الذات.